وحول هذا الموضوع معنا من سيوان الأستاذ محمد الجودر، عضو مجلس النواب. مساء الخير أستاذ محمد، بداية هل تطعنا على أهم ما درى في مباحثات اليوم؟ يا هلا مس النور. حقيقة يعني اليوم تشرفنا بلقاء رئيس المجلس الوطني الكوري، وكان حقيقة حدث لقاء ودي ما بين الجانبين. ترأس الجانب البحريني طبعا معالي رئيس مجلس النواب البحريني السيد أحمد بن إبراهيم الملا، ودار الحديث حول المواقف السابقة يعني حق مملكة البحرين. هاي المواقف اللي سمنتها موريا، وهو دعم كامل من البحرين يعني ضد التجارب النووية لكوريا الشمالية. نعم. وتكلمنا في هذا الأثر أن وزارة الخارجية البحرينية كانت من أوائل الدول التي يعني كانت ضد هذه التجارب النووية وضد الصواريخ البالستية. الجانب الكوري شكر مملكة البحرين وعلى رأس جلالة الملك على هذا الدعم اللامحدود من البحرين ومواقفها في الأمم المتحدة مع كوريا الجنوبية. وفي المقابل يعني تكلم رئيس مجلس النواب سيد أحمد إبراهيم الملا أن احنا نرغب في زيادة التعاون في المجال الاقتصادي والمجال التجاري، وطلب حقيقة يعني بزيارة رئيس المجلس النيابي الكوري لمملكة البحرين للاطلاع على التطور اللي صار في البحرين وكيف أن الشركات الكورية كان لها الأثر الإيجابي من سنة 75 إلى هذا اليوم في تطوير البنية التحتية للبحرين. وعلى سبيل المثال أقول هو الحوض الجاف زين كان بني على يد شركات كورية. نعم. هذا التعاون المثمر ما بين البحرين وكوريا طلب فيه رئيس مجلس النواب البحريني أنه يعزز بكافة المجالات من جهة التجار ومن جهة الاقتصاديين يعني للاطلاع على التجارب الكورية. حقيقة احنا شفنا سيول متقدمة جدا في المجال التكنولوجي والمجال الصحي والمجال حتى في البنية التحتية، فلذلك احنا يعني نتطلع الى استثمار هذه المواقف الكورية والاستثمار الاقتصادي الكوري في للبحرين. نعم. فهذا يعني مجمل ما حدث يعني في الاجتماع. نعم، من سيوان الاستاذ محمد الجودر عضو مجلس النواب، شكرا لك.